اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري، ولكن الحرص كل الحرص ان احنا نعمل اكلنا كل يناسب كل افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير من افراد الاسره. يعني معانا دبابيس الفراخ النهارده، الاطفال بيحبوها كريسبي، بيحبوها مقرمشه، بيحبوها مع الباربيكيو صوص مع الكاتشب. تعالوا نعملها النهارده بطريقه جديده مع الذره الصفراء الحلوه، بما ان الذره الصفراء كمان بيحبوها الاطفال، فخلونا ننسجم الاثنين مع بعض ونشوف نقدمهم ازاي بطريقه لطيفه وبسيطه وسهله. معانا سجق بلد النهارده، والطاجن ده طاجن بيتكلم مصري ولسان العصفور بالطريقه المصريه، اذا كان بيتعامل مع السجق، بيتعامل مع الكبد، مع الكلاوي. انا هعمل النهارده طاجن لسان العصفور بالسجق البلدي، اكيد له تركاته وله بصماته، والطعم التاني هنشوف نقدمه ازاي لحضراتكم. ولكن الحلو النهارده سمع هس، معانا الموز البلدي، ازاي نجيب الموز اللي هو تقريبا نص سوا ونعمله مقلي بالكراميل، ممكن نعمله مقلي بالعسل، ولكن فكره ان احنا نقلي الموز بتوزبكس كده في قلب الزيت ويطلع لطيف وجميل، حاجه جديده للاولاد وخاصه الرياضيين، لانه غني بالبوتاسيوم وطبعا وقيمه غذائيه عاليه جدا. فخلينا نشوف ازاي نعمله مع بعض ازاي، وتقدر تضيف عليه سمسم او عسل حسب الرغبه. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه بتوصلنا ان احنا نخش المطبخ بثقه ونعمل حاجه بسيطه سهله ولكن بتتكلم مصري. اوعى تروحوا بعيد تاني بعد الفصل. وزي ما شفنا مع بعض بنستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا، يعني عايزين لنا هدف من ورا الموضوع، ان احنا بنقول كل المكونات دي في متناول الجميع، مش جايبين اختراع. دبابيس الفراخ عند الفرارجي، او ان انت بتكون عندك فراخ مقطعه دبابيسه وبتاخد الصدور تعمليها في حاجات تانية، شاورما ايا كان. ولكن تعالوا مع بعض، ان اساس الشغل في تظبيطه كده صغيره واحنا بنستعرض المقادير. انا بعمل بوكيه جرنيه، انا عايز بحتاج لشويه شوربه حلوين، اللي هي الحله بتاعت البيبة على النار، فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصلايه حلوه، فيها فص توم متقطع شرايح، عود روزماري، عود زعتر حلو كده، بتبقى الميه عندي لطيفه وجميله، بتغنيني عن استخدم مكسبات طعم، يبقى الطعم طالع من بين ايادك اصابع ايدك العشره من غير ما تستخدمي اي مكسبات طعم. زي ما حضراتكم شايفين كده الصوره على الشاشه جاهزه علشان لسان العصفور او الصوص اللي انا هعمله للدبابيس. هنستاذن الأستاذة رحاب مقادير دبابيس الفراخ بالذرة على الشاشة. دبابيس فراخ صغيرة، وياريت تكون كلها حجم واحد، ما نجيبش دبوس صغير ودبوس كبير، لما نيجي نسويها نلاقي الكبير مستواش لسه والصغير استوى. معانا الذرة دي موجودة عند أي فكهاني، معانا زعتر، معانا طبعا البهارات بتاعتنا والثوم والبصل، البابريكا والملح والفلفل. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. حلو قوي. هنشيل لسان العصفور ده نخليه على جنب كده. وأول حاجة دبابيس الفراخ لازم طبعا تتغسل وهي سليمة، جبتيها من عند الفرارجي، جبتها من أي محل، تغسليها كده زي الفل. وناخد الدبابيس دي يا عم الشيف بسكينة صغيرة كده عشان ما نعورش إيدينا ونتحكم فيها، بنفتح فيها فتحة صغيرة. حلو الكلام. الفتحة دي بقى هي اللي هتخلي الدبابيس دي تستوي بسرعة وتبقى طريه كده وفيها الجوس بتاعها. من هنا كده ونحطها هنا. الفتحه دي بيخشها التوابل، بيخشها الصوص بتاعنا اللي احنا هنعمله بالشكل ده كده، اذا كان زبده، اذا كان باربيكيو.
الفتحه دي مهمه جدا، بتطلع لك الدم اللي ما بين العظم واللحم. الكفته علشان ما توقعش منك على السيخ اولا تمر مرحله التبريد. بنجيب حته لحمه حلوه من عند الجزار هبره، ونجيب عليها دوش مفروم، وبعد كده لازم تمر مرحله التبريد. هقول لك على طريقه سهله كده بسيطه. بتجيبي معلقتين برغل، البرغل ده بتغسليهم بميه عاديه، يعني ميه بارده مش ميه سخنه، وبعدين تسيبهم على جنب لمده ساعه زمن، بتاخدهم كده بتطحنيهم او بتفرميهم مع اللحمه المفرومه. دي طريقه. الطريقه الثانيه لحته اللحمه اللي هي ملبسه زي الفل، خليها بس تبقى في التبريد كده وتسكيها على السيخ بتاعنا، ولازم لما تشويها على الفحم لازم الفحم يكون جاهز ومولع، درجه حرارته كويسه، علشان لو الفحم اتولع واللحمه عليه طبيعي ان هي تفك. حتى لو بتشويها على جريلا وبتسخن الجريلا واللحمه عليها هتنشف منك وتفك، فلازم يبقى في صدمه ناريه سواء الفحم سواء الطاسه. الدبابيس الفراخ تبلناها بالشكل ده كده، تعالوا مع بعض نتبلها. تعالوا مع بعض، ادي معلقه نشا صغيره كده. شفت التركيه الصغيره دي كده بقى، وامسك الفراخ دي الدبابيس يا عم الشيف، اقلبها مع الخلطه دي. المخرج بيقول لي انت حطيت ايه؟ عايزين نعرف التفاصيل دي. حطيت بهارات، ولما بحط بهارات البهارات دي رساله للاكله ان انا بحبها، فبهتم بيها شويه. بابريكا، شويه كاري، شويه كركم، شويه فلفل اسود، شويه ملح، شويه زعتر، معلقه نشا صغيره مع الثوم، عصره ليمون، وامسك الدبابيس كده اهو. الله عليك. وعندي طاسه على النار شديده الحراره. احطها كده تسخن معايا شويه. بالشكل ده كده اهو. كده الفراخ اتبلت التتبيله الحلوه اللطيفه الجميله، تقدر تخليها في الثلاجه شويه. تستخدمها دلوقتي وتسويها مفيش مشكله. حلوه زي ما هي كده. ليه حطيت معلقه نشا يا شيف؟ نسال السؤال ده بلباقه بخبره فنيه طهويه، علشان النشا ده هيساعد على تماسك التوابل والخلطه اللي انا حطيتها على دبابيس الفراخ. زي ما هي كده، والطاسه بتاعتنا سخنه، بنحط فيها شويه زيت مع مكعب زبده. اللهم صل على النبي. والنار نعليها كده يا عم الشيف اهو. في طريقتين للسوى. الطريقه اللي انا هسوي بيها ديت علشان الدوره بتاعنا، فهحمرها في الطاسه. في طريقه تانية ان انا بحطها في صينيه وارصها واحط معاها، برضو طريقه حلوه تعجبك، واحط معاها شرايح من البطاطس وادخلها الفرن تستوي. وشرايح البطاطس هنا تكون متقطعه صغيره، ما تكونش متقطعه كبيره. علل ولماذا؟ علشان البطاطس تستوي مع دبابيس الفراخ، يبقى لازم في نسبه وتناسب كده يا ابو حميد. الفراخ هي بتتحمر، اكله تخش المطبخ تعمليها بمزاج. نستاهل. انا شخصيا بحب دبابيس الفراخ. لو قلت لي يا شيف بتاكل ايه من الفراخ، سواء بالملوخيه بقى او الملوخيه سواء مشويه، احب الدبوس ده. تحس ان اللحم فيه صوص كده زي اللوز، هي مزاج اللوز. حلو قوي. دي انا مش هرمي دول، انا عايزهم دولت كده. هعمل تركايه كده، ميه بتغلى اهيت اهو. شفت ده المطبخ، واخليهم على جنب استفيد بيهم. بس الفراخ تتحمر او الدبابيس تتحمر، بنزل عليهم بشويه الايه؟ الميه دول. حلو قوي. نيجي لموضوع الذره، واحنا مع بعض كده واحده واحده. ادي الذره بتاعنا اللهم صل على النبي اهو. فاتح دي كويس الله حلوه. كمان واحد، يلا ناخد الكوز الثاني. الحاجه بتسال جايب ده منين؟ ده الصعيد فيه الذره وفيه الرز وفيه القمح وفيه كل حاجه. اللي بيروح الصعيد بيلاقي الخير كله. تعرف ان الذره ده طازه وحلو ازاي؟ اول ما تلاقي الجمار اللي جوه ده زي الفل كده، سهل التقطيع مش ناشف. اخبار الدبابيس ايه؟ هنشوفها دلوقتي مع بعض. طيب بس عايز اقول حاجه قبل ما اجاوب ابو حميد. يعني لما حد بيتصل من الساده المشاهدين المعجبين، اعتقد ان في بينا دلوقتي عشره، فبنحس ان احنا بنتكلم نفسنا. يعني في بعض يكلمني وانا مثلا بشتري المشتريات بتاعتي، او ان انا بتعامل مع الجمهور بتاعي، بيقول لي شوفوا غازي، بنحس انك انت قاعد معانا جوه البيت وانت يعني واحد مننا. فده طبعا انا فخور طبعا بالشهاده دي وبالكلام الحلو ده. تعالوا مع بعض نقلب دبابيس الفراخ. حلو؟ وانا واحده واحده، عشان انا الاكله دي بعملها بمزاج. يا نعم التونه، البيتزا بالتونه، حاضر. عجينه البيتزا لابو حميد، كوبايتين من الدقيق يعملوا صينيه تقريبا، بنحط عليهم شويه زيت زيتون
معلقه خميره ومعلقه سكر حتى ذوبان الخميره في السكر. وبعد كده بنعجن العجينه بتاعتنا بشويه ملح، ممكن نحط شويه حليب او علبه زبادي عشان تبقى العجينه طريه يا ابو حميد، او لبن رايب. وبعد كده العجينه نسيبها تتخمر مرحله اولى نص ساعه، وبعد النص ساعه نفرطها في صينيه، وبعد كده نسيبها تاني 15 دقيقه حتى تاخد البصمه بتاعه الصينيه. نجيب التونه نصفي ميتها كويس مش عايزينها، ونخليها كده التونه السليمه، يفضل التونه السليمه. نجيب التوبنج بتاعنا اللي هو صوص الطماطم اللي خدم عليه صح، بصله وتومه وزعتر، وبعدين نحط التوبنج بعد ما يستوي، ونحط التونه مع فلفل الوان مع زيتون مع جبنه موزاريلا عالم البيتزا، وعنوان البيتزا ده اساسي، ونسويها في الفرن. وعشان خاطر اللغه العربيه الفصحى وعميد اللغه العربيه اللي طبعا طه حسين الاديب طه حسين رحمه الله عليه، هنعمل لك البيتزا بالتونه يا طيب. معانا الدبابيس الفراخ بتستوي، ومعانا الذره بتاعنا، ومعانا شويه البهريز الحلوين دول، هنحطهم كده على الطاسه وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. اهو ده يلا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بالذره الحلوه اللي انا بعشقها دي، تستوي بقى، ويا سلام لو خدمنا عليها في الشوربه بتاعتها زي ما انا سلقتها كده في البوكي جارنيه، طلعت وهي مستويه حطيت عليها مكعب زبده كده حلو وش رشه ملح صغيره، يا ويلي حبيت الذره فيها سكريات بتعمل مزيج ما بين الزبده والملح. انا واثق دلوقتي عايزه تقومي تعمليها لولادك وتاكلي منها، لطيفه وجميله. وعلى فكرة الذرة الحلوة دي مش بتعمل مشاكل مع القولون خالص، خلي بالك، عكس لما بناكل مثلا ذرة فشار أو كده، لا ده هادي وزي الفل، السكريات بتاعته حلوة وفيه ألياف ومفيد جدا. ده الذرة أهي أهي أهي، الصورة الحلوة، الصورة الحلوة من خير أرضنا تتحدث عن نفسها، الذرة الصفراء الحلوة أهي زي الفل. أنا مش هحطها دلوقتي على الفراخ، أهو إحنا بنسوي الفراخ هنا، أهو شايف البهريز اللي نازل من الفراخ ده كده، عايزه انا. هتقولي لي القوام ده جه منين؟ فاكرين ولا ناسيين النشا اللي انا غلفت بيه الفراخ قبل ما احمرها، هو اللي مديني القوام ده. هسيب الفراخ على النار والذره لان محتاج شويه سوى. تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير طاجن لسان العصفور بالسجق البلدي. حلو قوي. طب لسان عصفور بياخد وقت كبير في السوى، والسجق البلدي ما بياخدش وقت كتير في السوى. ايه تفاصيله؟ مقاديره على الشاشه. سجق بلدي، لسان عصفور، بصل ناعم، ثوم ناعم، فلفل حار كده سبايسي حلو، الاكله دي عايزه حرمشه، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، وطاسه شديده الحراره. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. والطواجن عنوان المطبخ المصري، سواء باميه باللحمه الضاني، سواء عكاوي، كوارع، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. هنحط هنا شويه زيت صغيرين. هنا لسان العصفور هتحمر بطريقه ايه؟ جديده. شويه زيت كده. وننزل بالبصلايه الناعمه. بصلايه متقطعه جوانح شرايح. باخدها زي ما هي كده، بنزل بيها مع البصله الناعمه. حلو قوي. واقلب دول مع بعض كده. تقليبه حلوه. واستنى عليهم شويه كده. الله. وانا بقلب البصلايه دي كده بحط لها البهارات عشان عيني ما تدمعش. ربنا يكفينا شر دموع العيون، ممكن دموع العيون من الفرح. بابريكا. شويه كركم. شويه ملح.
وفلفل. طاجن بقى لازم اخدم عليه شويه طاجن يعني محرمش يعني ممكن سبايسي شويه زي ما حطيت كده فلفل حار وشويه زعتر محترمين كده. البصلايه جاهزه واقلب دول مع بعض. اللهم صل على النبي. التقليبه الحلوه دي كده البصلايه خدت شخصيه تانية خالص اهو. كنت شامم ريحه بصل دلوقتي شامم ريحه توابل حلوه كاني واقف عند العطار. شايف الجو ده كده اهو نارك شديده. بنزل بمستر لسان العصفور واقلب اسيبهم على النار شويه. مدرسه جربيها، مش لازم ان انا احمر لسان العصفور ده ويبقى لونه احمر خالص، اشتغلي بالطريقه دي كده اه وسيبي ده على النار كده شويه يعني 5 دقايق تقليب كده من وقت للتاني اه. يساعد على التحمير مكعبين من الزبده. الزبده لما بنحطها مع التحمير بتساعد على التحمير فوري اه. ادي مكعب من الزبده زي الفل. طيب اخبار الدجاج ايه والدبابيس؟ هناخد دول مع بعض دلوقتي ونجيب كسرولة كده زي الفل. ادي الطاسه بتاعتنا او الكسرولة اللي هتخش الفرن اهي، ومعانا الدبابيس اللطيفه الحلوه. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه. الله مستويه جره وانت تشوف، ما خدتش وقت. وانسى للدم بين اللحم والعظم مكان خالص. شفت الموضوع لطيف ازاي؟ تخش المطبخ كده مزاجك حلو، تشربي القهوه بتاعتك دايما بقول كوبايه الشاي الحلوه اللي بالنعناع، تبقي رايقه وفايقه كده هتعملي الاكل احلى اكل. الصوص ده بخليه عايزه انا بعدين. لازم الرصه الحلوه دي كده، العين بتاكل. خلي الصوص ده هنا كده، ناخد الدوره بتاعنا الحلوه. الله اهو اهو، ايه الجمال ده يا شيف، ايه الحلاوه دي يا شيف. الطبق ده الاولاد لما يشوفوه على السفره بجد هينجذبوا ليه، لانهم بيحبوا الدوره الحلوه دي كده. ممكن مش بياكلوا الفراخ بس بالتاكيد من جور السعيد بيسعد، يعني ايه لما الاقي الفراخ اللي بيحبها قصدي الدوره اللي بيحبه معاه دبابيس الفراخ الحلوه دي كده اكيد ايه هتعجب اهو. دول كفايه، انا هسيب دول كده عشان انا بحبهم مع الزبده والليمون. الصوص بتاعنا اخباره ايه؟ مضرب صغير كده. الله، وناخد شويه شوربه من الشوربه بتاعت الذره نحطها هنا كده واقلب كده. اشيل الروزماري ده من هنا خلاص اه، واظبط الطعم بتاعي بعصره ليمون حلوه. حلو قوي طعم هنا بقى اه. وانا شغال شوف بقى التركايه الحلوه دي اللي هتعجبك قوي قوي قوي، معلقه عسل يجعل ايامنا كلها عسل. قولوا ان شاء الله اهي حاجه بتوصلنا كده للايه اه، طعم مميز اه زي الفل. ما عندكيش عسل حطي معلقتين سكر ويفضل سكر اسمر اه. نقلب كده ناخد القوام الحلو ده يا عم الشيف ينزل على الدور. اللهم صل على النبي. يلا يلا الصوره الحلوه بالطعم المصري اه اه. لازم اللون يبقى فاتح كده عشان تفاصيل الاكله تبان آه. آه. زي الفل. درجه حراره الفرن عادي عندي، باخد الصينيه دي ادخلها الفرن شويه زي الفل كده اه. عينيه اهي دلعها اه. معايا لسان العصفور، انا لسان العصفور نسيه خالص دلوقتي اه اه. التحميره دي كده مع لسان العصفور مهمه جدا اه 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 اه. حمرته هنا دلوقتي في عشق بين البصله والتوابل ولسان العصفور، الطعم دلوقتي ايه كله انسجام مع بعض اه. حلوه اه. هتقولي لسان العصفور مش هيتحمر؟ جربي وشوفي.
دايما بقول على عينك يا تاجر. توابل بهاراتك الحلوة، عايزة تحط حبهان حطي، عايزة تحط روزماري حطي زي ما انت حابة. عندي حاجة حلوة جايبها وناسي. ايه الأخبار؟ معايا زعتر بري اهو، ده حلو قوي على فكرة. لما تلاقيه عند الفاكهاني او بتاع الخضار جيبيه، حتى لو مش هتخش المطبخ النهاردة. عيني حاضر. اهو زي الفل. اهو انا مستنيك تقول لي. هناخد دي زي ما هي كده اهو، في درجة حرارة الفرن عندي 180 ونحطها في الفرن. عيني اهي زي الفل. اهو لحظة الوداع. هو ده. شايفين ازاي كل حاجة بتفاصيلها، عشان بعد البرنامج ما يخلص الساعة 2 بالظبط عايز حضرتك تقومي تعملي الأكل ده. هي دي الشطارة هنا، إنك أنا بعد ما بخلص الأكل بتاعي مباشرة تخش المطبخ تعملي كل الأكل اللي أنا بعمله بتفاصيله. يلا باي باي. أخبار لسان العصفورية يا عم الشيف؟ لسه مش هحط له دلوقتي السجق خالص. بدأت حبات لسان العصفور تقرمش معايا، بدأ السائل بتاع البصل ينشف مع لسان العصفور. شايفين الجو ده كده؟ هو ده. زي ما انا شغال كده زي الفل. ظبطت الملح التوابل بتاعتي كده بقى في التركية الحلوه اللي جايه. وانا شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. شوربه فاكرين اهي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. عيني. هو ده. ده المطبخ. خلص الكلام. السجق فين؟ اصبر على رزقك، لسه ما خلصناش. ونغطي ده يستوي مع بعض. حلو قوي. لا شويه لسان العصفور دولت هتسيب السجق وتاكل لسان العصفور معايا. اقعد نعناع كده. يلا نغطي نغطي. هو ده. يلا تعالوا مع بعض نشوف اخبار السجق. سجق بلدي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقطعه كده مكعبات قد عقلة الصباع تقريبا، وسكينتك تكون حاميه بالشكل ده كده علشان ما يتهريش منك وما يتحولش للحمه مفرومه. اهو شفت الجو ده كده. لسه ما خلصتش زي ما انا شغال كده. طريقه جديده، طريقه جديده ديت اللي انا بعمل بيها الاكله الحلوه دي. خلي بالك سهل عليكي انك تخش المطبخ تعمليها. ده السجق بتاعنا جاهز زي ما هو كده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. احطهم هنا. حلو قوي. بحط عليهم سن التوم صغيره. الله عليك شوية بقدونس حلوين. الله عليك بشرة ليمون عندي صغيرة. والقرن الفلفل الحلو اللي بيحبوا السجق البلدي معايا. انزل بيه كده على السجق وانا شغال واحدة واحدة. هيخش النار ربنا يكفينا شر النار. حاضر. شفت الجو ده كده؟ زي الفل يا عم الشيف. تسلم ايدك. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده قبل ما اطلع الفاصل، عشان ده مهم جدا على فكره. بجيب الكسرولة لا تخش الفرن. الطاجن اللي هيتكلم مصري قبل ما يخش الفرن. وعندي لسان العصفور جاهز عندي. اللهم صل على النبي. وعندي المغرفه بتاعتي. الله الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الابداع ده؟ ايه الابداع ده؟ وانا شغال. ده لسان عصفور، طاجن لسان العصفور. ننزل كده. ما تقوليش صب، لازم اغرف بالشكل ده. يا ويلي. اوسع الكادر. عينيا وسع الكادر يعني افتح الصوره. الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى بالطعم المصري. عينيا لسه ديني منت. عايز الصلصه دي. ناخد السجق بتاعنا. الله عليك الله عليك. لسه 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 الدلع هنا. هو ده بقى التركايه. ده الجديد ده الجديد. دي تتحط فين يا عم الشيف؟ على شبكه الفرن.
كأنك بتعملي بيتزا. الأساس عندك لسان العصفور والسجق على الوش كده مع الخلطة اللي أنا عملتها، بقدونس، قرن فلفل حار، فص توم حلو، ما تحطيش توابل زي ما هي كده. درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. نطلع الدورة بتاعنا ده كده، نحطه هنا وناخد السجق ندخله الفرن، عشان مطلوب مننا نسمع كلام الكبير ونطلع فصل. الله الله على الحلاوة. ده مكانه هنا والسجق بتاعنا ده كده. يلا يلا، الصورة الحلوة اللي بتتكلم مصري دي كده، اهو 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 هنا مكانها. اهو على الأقل تقريبا 10 دقايق في الفرن كده. اهو يلا هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف مع بعض موز نص سوا غني بالبوتاسيوم للرياضيين، ازاي نعمله مقلي بالكراميل بالعسل حسب رغبة ولادك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشوف تفاصيل عمل الموز المكرمل او الموز بالكراميل. الشيف المغازي هيحمره ازاي، والخلطه ما تسيبش في الزيت، ونحط عليه الكراميل اللي هنعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. حلو قوي. ا ب، معانا موز، معانا سمسم، معانا زبده، بشره ليمون، عسل من البيض، بيضه، دي المقادير بتاعتي، وشويه فانيليا وشويه بيكنج باودر صغيرين، ومعانا نص كوب من السكر، والمقادير على الشاشه بتتحد عينيا. حاضر. اه زي الفل. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي خطوه خطوه. حلوه قوي. اول حاجه باخد البيضه دي كده. حلو، سليمه يا عم. تمام. بحط عليها معلقه سكر، اللهم صل على النبي. حلو، شويه فانيليا علشان الزفاره بتاعت البيضه، وكبشه سمسم كده او معلقه سمسم، ومعانا من النشا معلقتين. حلوه يا شيخ. ومعانا بشره ليمون في ليفر لطيف جدا مع الفانيليا. ونقلب دول مع بعض. شايف القوام ده كده؟ اداك عجينه حلوه قوي. شفت العجينه دي؟ بننزل على العجينه دي يا عم الشيف. حلو قوي، اللهم صل على النبي. بأربع معالق من الدقيق، واحد، معلقة هرمية، هرمية على شكل الهرم، اثنين، ثلاثة، أربعة، بيوصلونا لكوباية دقيق. ومعانا من الماء المثلج حسب الاحتياج، يعني تقريبا نص كوباية حسب قوام العجينة. ونقلب. إيه الأخبار؟ لسه عايزة شوية كمان. حلو قوي، هو ده القوام اللي انا عايزه. سريعا 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 سريعا. في ليفر وطعم الليمون مع الفانيليا بياخدنا مدرسه تانية خالص. القوام كده نشوفه مع بعض. ده اللي انا عايزه، نخليه على جنب كده بس خلاص. حلو قوي. نيجي لحاجه تانية،
كسرولة كبيرة زي دي كده. الله خد بص المعنى. ونحط في الكسرولة دي شوية دقيق. اهو تاني ادي الدقيق بتاعنا. ونحط على الدقيق ده بشرة ليمون. سمسم. يا ويلي يا ويلي. سمسم مع الليمون. اهو. سمسم يا سمسم. لسه ما خلصتش. ومعانا من الكركم نص معلقه. كركم يا شيف. كركم ده عشان برضو نفتكر كلام الشيف، زمان كان بيجي مع جهاز العروسه بدل الالومنيوم والاستانلس والحله اللي بنسمع عنها دي كده، نحاس، حله نحاس، فاكرها انا لغايه دلوقتي. كان ابويا جايبها في جهاز امه الله يرحمه. حلو الكلام. حله نحاس عارفينها. فكان في راجل يقول لك ابيض النحاس، المع النحاس، فالنحاس ده بيتصدى، بيجي له صدى طبيعي يعني، حتى لو عندك حته نحاسه في البيت بتلاقيها تصدى بعد فتره العوامل الجويه. الكبد، الكركم بيجلي الكبد من الدهون بتاعته، شفتوا المثل وصل لفين؟ عشان ما ننساهوش بقى في الريف المصري والصعيد المصري، الناس اللي بتجهل الكركم، كركم مفيد جدا لتنقيه الكبد، حلو الكلام؟ الخلطه معايا اهي زي الفل. ليمون، لو انا بتكلم غلط العلم لما بيتكلم سمع هوس. اكتبي كده وانت قاعد على التليفون وانت معايا. سيب اللي في ايدك وسيب الريموت وامسك التليفون، قولي فوائد الكركم للكبد. خلص الكلام، هتقولي تسلم ايدك يا شيف وتدعي لي. زي الفل. هناخد الخلطه دي يا عم الشيف. زي الفل كده اهي. ومعانا الخلطه دي كمان، وناخد الموز بتاعنا والعسل هنا، ونيجي هنا بالتسبيكس بتاعنا. شيكت على الزيت انا. ده لازم يتقشر يا شفيق. ازاي يعني؟ ازاي يعني احطه بالقشره يعني؟ ازاي؟ حبيبي. حلو قوي. في قلب الدين. تاني. دورنا على الصغير ما لقيناهوش الصبح، فجبنا الكبير اللي هو التسبيكس يعني، في اصغر من كده على فكره. ولو الموز يبقى نص سوى عن كده يبقى الطف. وانا شغال كده اعملي لك بقى 20 30 واحده، لان يعني عشان ولادك واحده مش هتكفي، ولا اثنين ولا ثلاثه، انا باكل خمسه سته. استفيد بده كده. حاضر عينيا. عايز نبص على الفرن. ابن حلال حلال بتفكر في اللي انا بفكر فيه واحنا فله. نفتح الفرن نبص عليه بصه كده نشوف السجق راح لفين. يلا الفرن حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين حبايبي. ايه ده؟ تكلم مصر الصوره. طاجن مصري، طاجن لسان العصفور بالسجق بمدرسه المغازي. مدرسه تانية خالص. السجق ما عداش على النار خالص، لا طاسه ولا حاجه، اتحط مع لسان العصفور، هو كان بطل الكسرولة. دول كفاية؟ لا أنا عايز أعمل الكمية كلها. أنا هحمر بس دلوقتي. دول كفاية؟ ماشي حاضر. يلا دول كفاية. نشيل ده كده. خلي بالك قشر الموز ده ما ترموش على درج السلم، عشان اللي جاي يزورك ما إيه؟ ما يعملناش مشاكل. نقفل الفرن. عينيا. إيه ده؟ قول لي أطلعها ولا أخليها؟ هي عايزة تطلع بالفرن. ايه رايك احطها لك كده مكان الموز؟ العب يا سمك. ايه يلا يا حلوه. تعالى لسان العصفور ده يا باشا الف هنا، وشوف اللي ياكل منه. فين السائل بتاعه؟ الله يسامحك. عم ده خبره السنين يا باشا. 35 سنه خبره. يا ويلي 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 يا ويلي. هو حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ تعالوا ناخد بعضينا كده ونروح عند الايه؟ عم الزيت. بسم الله. اطفي النار دي عشان ما ايه يبوظنا. يا نار بيت. طب خلوهم خمسه الله يكرمك. يليت زور النبي. طب عشان خاطر ربنا. تعرفين احنا بنتشحن على ايه؟ بيقولوا لي دقيقتين. شفت الدعوات اللي بادئها الست الكل عشان تخلوهم خمسه. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ عايز اعمل كل حاجه. اخده زي ما هو كده. شفت انا بعمل ايه؟ في التوزبيكس. في قلب الزيت. تاني.
علبة زيت. يلا كمان واحدة. احنا مع بعض هنحمر دولت كده ونحط عليهم عسل. كنت عايز اعمل كراميل والله، وانا عملته قبل كده، بس انا عشان وقتي انا هعمله بالايه؟ بالعسل. طريقة سهلة. تاني عملت الخلطة دي ازاي يا شيف؟ فيها الليمون اساسي، فيتامين سي مع البوتاسيوم، اعتقد ان هو مفيد جدا. اهو شايفه، اهو زي ما هي كده. فقلب الزيت اهو تاني، اهو اهو التغليفه دي مهمه. اهو فقلب الزيت اهو. يلا اهو اميلها كده عشان تيجي بالطول، او تحط الخليط ده في كسروله عاديه بيضاوي او الشكل يعني يكون مستطيل. اهو فقلب الزيت اهو. كمان واحده. موز مقرمش، موز كريسبي، موز مقلي بالعسل بالكراميل حسب الرغبه. لازم التغليفه دي في البدايه اهي، التغليفه دي مهمه جدا، هي اللي بتخليها تشيل من الخلطه دي. لان جسم الموز او الشكل الخارجي بتاعه ملمسه ناعم. بتقلي تفاح، بتقلي موز، بتقلي فراوله، لازم تعمليه بالخلطه دي كده. زي الفل كده، نشيل الخلطه دي كده، ما تقلبوش دلوقتي. زي الفل. مش هعمل كراميل، عندي عسل هنحط عليه عسل بعد ما نغرفه في الطبق ويبقى زي الفل. طبق حلو زي ده كده، يا الله حلو قوي. اللهم صل على النبي. ايه الدنيا، ايه الدنيا، صلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا زيتك شديد واحنا شغالين مع بعض. هنطلع الموز من النار، عندنا شويه عسل، عند الكراميل. الكراميل اللي بيتعمل ازاي مغازي، بتحط السكر على النار بس عشان وقتنا سرقنا. بعد السكر تحط معلقه ميه لكل كوبايه سكر عشان الكراميل ما ياخدش لون معاك ويمرر، ربنا يكفينا شر المرات. بعدين بتحط مكعبين من الزبده، والاختيار اللي كان عايزه كراميل بالكريمه حط كريمه، عايزه حليب وشويه نشا دوبوهم مع بعض وتحطهم على الزبده والسكر الكراميل هيطلع معاك الكراميل. يبقى في طريقتين لعمل الكراميل، اضافه الكريمه اللباني مع الزبده مع السكر المتكرمل ده كراميل، اضافه نشا مع حليب مع الزبده والسكر المتكرمل ده كراميل، بس ده طعم وده طعم. حلو الكلام. يلا يلا اهو. زيزو. عينيا. حاضر لسه شويه. زي الفل. ادي طبق التقديم بتاعنا، ونهدي الزيت يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ انا عامله في التسبيكس عشان يعجب الاولاد، خلي بالك. الاولاد اي حاجه فيها شاليمو بيحبيها بيحبوها، اي حاجه فيها توسبيكس بيحبوها. موز مكرمل، اعملي ولادك كده وجربي الطريقه ديت وقولي رايك فيها. عينيا عينيا. حاضر عينيا واحد. عينيا. حاضر. زي الفل. ودي كمان واحد اهو، معلش الا ده زي ما هو كده. ويلا يا صبابين العسل، مش زيدوا حالاته، هو حلو دو حالاته. بشرة ليمون مع العسل بتاعنا. فوائد الطبق ده لا تعد ولا تحصى، اولهم العسل الفوائد الطبيعية، الموز، البوتاسيوم، الرياضيين، بألف هنا وشفا. مطبخنا النهاردة بساطة سهولة مرونة، ولكن فيه رؤية وفن وإبداع بحب كل السادة المشاهدين، إذا كان الموز المقلي أو طاجن لسان العصفور بالسجق مدرسة المغازي، ودبابيس الفراخ بالذره الحلوه اللي بيحبوها الاطفال. رؤيه
فن ابداع كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.